الله الله على الأزهر الله 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 أكبر قرب الدنيا كمان أكبر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله يا رب حين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مستقلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء ما تشاءنا بدعي لهم رب السماء وآمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نحن نواصل الحديث عن مقدمات نتذكرها قبل أن نبدأ في شرح بهجة النفوس للإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. وقد سبق في الدروس الماضية تكلمت عن الالتزام بالسنة النبوية المطهرة بالأحاديث المروية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الالتزام هو التزام بالقرآن نفسه، فالقرآن الكريم يدعونا ويوجهنا. الله الله على الأزهر. حين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مستقلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتبعوني أمر لم يقيد بأي قيد، لم يشترط فيه أي شرط. اتبعوني، اتبعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن حينما نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام نتبعه في ماذا؟ الأمر محصور في أمور معينة. الرسول عليه الصلاة والسلام له أقوال، يبقى داخلة في اتبعوني، يعني اتبعوا أقوالي. الرسول عليه الصلاة والسلام له أفعال، يبقى أيضا اتبعوني في أفعالي. الرسول عليه الصلاة والسلام له أحوال، اتبعوني في أحوالي. فمثل هذه الأمور داخلة كلها. وهل قصد علماء الحديث أو علماء السنة النبوية بالسنة أو بالحديث غير ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات؟ لم يفعلوا شيئا خارج هذا الإطار، وبالتالي فمن ناحية العقلية الاتباع المطلق يكون في الأقوال والأفعال والتقريرات. تأتي الأوصاف الخلقية، الأوصاف الخلقية مأمور بها كما أن الرسول يفعلها، فهي داخلة أيضا فيما يتبع بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الأوصاف الخلقية، الأوصاف الخلقية معناها ما يتصل
بهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلقته التي صوره الله عليها وخلقه بها. هذا ليس في إمكاننا يعني أن نكون أتباع فيها، لكن في إمكاننا أن نأتسي بكل ما يمكن الائتساء به بالنسبة لهذه الأوصاف الخلقية. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحية، اللحية يعني من الخلقة، الله عز وجل بنسبتها الرسول عليه الصلاة والسلام تركها على حالها، يبقى معناها أيضا كذلك من يريد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالأمر بالاتباع أمر مطلق يشمل العناصر التي عددها العلماء في تعريفهم للحديث النبوي أو للسنة النبوية المطهرة. نجد نوع آخر من الآيات القرآنية، صيغة أخرى، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول، دائما العلماء اللغة العربية يقولون إن تكرار العامل كما أنه للتأكيد هو أيضا للدلالة على الاستقلال. يعني معنى هذا إيه؟ قال استجيبوا لله، إذا كان هناك أوامر في القرآن الكريم، وللرسول، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيبين أحكام القرآن الكريم أو يدعو إلى شيء من الأشياء طبعا أوحاه الله إليه وأمره أن يدعو الناس إليه، فيبقى معناها الرسول عليه الصلاة والسلام لو أمر أمرا وليس هذا الأمر في القرآن الكريم فهو في الأساس لا يناقض القرآن الكريم، لا يتعارض مع القرآن الكريم، لكن كما يجب علينا أن نلتزم بما جاء في القرآن الكريم نلتزم أيضا بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي فعل من أفعاله وإن لم يرد له ذكر في القرآن الكريم. فيبقى استجيبوا لله وللرسول تكرار العامل يقتضي الطاعة المنفردة لرسول الله، والطاعة المنفردة لرسول الله أصلا هي طاعة لله عز وجل، لأن الله أرسله يبلغ، الله أرسله لكي يكون إماما، يكون قدوة بالنسبة للناس. فبالتالي لما يأمر القرآن الكريم بالطاعة المنفردة للرسول لم يخرج عن طاعة الله عز وجل، لأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، فيبقى معناها أن هذه الطاعة من طاعة الله عز وجل. هذا الأمر الموجود في الآية استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا أمر مطلق ليس مقيدا بأي قيد من القيود، زي اتبعوني مطلق، استجيبوا لله وللرسول مطلق. لكن ممكن يقول لي واحد ان القرآن بيقول بعد كده اذا دعاكم لما يحييكم، ليس هذا قيد، وانما هذا كما يقول الناس قيد بحسب غالب الاحوال الموجودة او لبيان طبيعة ما يدعو اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قالوا في القيد بالنسبة للبنت المرأة، يعني إذا كان الرجل متزوجا بامرأة يبقى بنتها تحرم عليه إذا كانت في حجره، كما قال القرآن الكريم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم،
هل شرط في تحريم بنت زوجة الرجل إذا كانت بنت غيره، يعني ده تحريم بنت زوجة الرجل إذا كانت من غيره، هل هناك شرط أن تكون في حجره، يعني تكون في رعايته وفي كفالته، أم يكفي أنها بنت هذه المرأة التي هي زوجة الله؟ يكفي. وكل العلماء اتفاق الفقهاء من أيام ما نزل القرآن الكريم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن الربيبة لا يشترط أن تكون في الحجر حتى تحرم، بل هي محرمة سواء كانت في حجره أو ليست في حجره. يبقى هذا القيد كما يقولون قيد لبيان الواقع، إن الواقع بالنسبة للحياة وطبيعة الحياة بين الناس إن غالب الأمور إن البنت بتكون في حجر أو في رعاية زوج أمها. ومثل هذا أيضا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هل إذا لم ترد التحصن يكرهها على البغاء؟ طبعا لا، لم يقل أحد بهذا. فيبقى هذا القيد إن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهؤلاء الناس الذين يفعلون هذا الفعل وهو إكراه الفتيات على البغاء، يقول عيب عليكم أن يردن التحصن وتريدون أنتم إجبارهن على فعل هذه الفاحشة المنكرة. فيبقى برضو أيضا قيد لبيان الواقع. المهم عندنا في الآية اللي بنتكلم عليها استجيبوا لله وللرسول أننا نفهم أن الأمر بالاستجابة أمر مطلق، فهو شامل للأقوال والأفعال والتقريرات والأحوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لو جئنا إلى الآيات أخرى أو صيغة من الصيغ التي تحض على اتباع أو التزام السنة النبوية المطهرة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أجل أن ندرك المعنى المقصود وندرك ما يرمي إليه أو ما يهدف إليه القرآن الكريم في ذلك، نقارن بين هذه الآية في الأمر بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبين الاقتداء بإبراهيم عليه السلام ومن معه. القرآن الكريم ذكر الاقتداء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الاقتداء بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وانظر، يبدأ الآية لقد، فمعاي لام للتأكيد وقد للتحقيق، فهي للتأكيد اللام وقد. كان لكم في رسول الله، في رسول الله، لم يقل في أقواله ولا في أفعاله ولا في تقريراته ولا في أحواله، إنما في رسول الله، في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن كل شيء يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو يتصل برسول الله لنا فيه أسوة حسنة، كل شيء، لأن لقد كان لكم في رسول الله، لم يقل كما قلت لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في التقريرات ولا في الأحوال، لم يقيدها بأي قيد. فهي تطلب منا الاقتداء المطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا إلى الآيات التي تتكلم عن الاقتداء بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نجد أنها مقيدة بحالة من الحالات، ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بقيد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه،
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هنا قيد الاقتداء بحالة التبرؤ من الكفر والكفار. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيبقى الأمر لما يبقى بالنسبة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو أمر مطلق، وبالنسبة لغير رسول الله أمر مقيد. ولذلك أيضا لما نيجي في سورة الأنعام نجد الله عز وجل يذكر عددا من الأنبياء والمرسلين، 18 نبي فيها. في الآخر في بعدها بعد ما ينتهي من تعداد هذا العدد من النبيين والمرسلين يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بهداه يبقى الاقتداء بالهدى، يبقى معناها انه بيقيد هنا. لكن لما يجي هنا في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم قال في رسول الله، فتفرق فرق بين هذا وذاك، مما يدلنا على ان الالتزام بالسنه النبويه التزام بالقران الكريم. نجد ايضا نوعا اخر من صيغ سياق الايات القرانيه الكريمه، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. تكرر ذلك في القران اكثر من 5-6 مرات بهذه الصيغه، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. الامام ابن القيم وغيره من العلماء يقولون انما كرر العامل اللي هو فعل اطيعوا، كان ممكن يقول اطيعوا الله ورسوله زي ما قالها في بعض الايات اطيعوا الله والرسول، لكن قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فتكرار الفعل للدلاله على وجوب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان قوله لم يرد في القران الكريم. فيبقى معناها الطاعة المستقلة لرسول الله، لأن الطاعة المستقلة لرسول الله هي طاعة لله عز وجل. بناء على هذا نقول إن من يعمل بالسنة النبوية المطهرة هو يعمل بالقرآن الكريم، والذي لا يعمل بالسنة النبوية المطهرة وإن ادعى أنه يعمل بالقرآن الكريم فهو لا يعمل بالقرآن الكريم، بل يترك عديدا من آيات القرآن الكريم التي أمر الله عز وجل فيها بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فيبقى القرآن يحض على العمل بالسنة النبوية المطهرة، كما أن السنة النبوية المطهرة تحض على التمسك بالقرآن الكريم في كل مجال من المجالات وفي كل شأن من الشؤون. بعد أن خلصنا من هذه النقطة أن الاتباع للقرآن الكريم يقتضي وجوب الالتزام بالسنة النبوية المطهرة، قلنا إن العلماء نظروا إلى المرويات في مجال الحديث النبوي أو في مجال السنة النبوية كما نقول، نظروا إليه فوجدوها أحاديث تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث تنسب إلى الصحابة فقط وأحاديث تنسب إلى التابعين، 4-3 أنواع بحسب المصدر الذي جاء عنه الحديث. يعني نجد الحديث النبوي كما عرفه العلماء ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي،
بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم الحديث يسمى الحديث الموقوف على الصحابي، ويعرفوا بأنه ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، هكذا قال. أيضا غالب الكتب المصطلح تتكلم على ما أضيف إلى التابعين يسمونه الحديث المقطوع. هذا الحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، يعني أتباع التابعين والأئمة المعروفين، فيبقى ما الحديث المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده من قول أو فعل أو تقرير. لكن عند التحقيق نجد أن التقرير إذا أضيف إلى التابعي لا يدخل في ضمن تعريف الحديث أو السنة النبوية المطهرة. ليه؟ لماذا؟ أولا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت وصحت إضافته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح حكما ملتزما بموجب أوامر القرآن الكريم، كما قل أصبح حكما ملتزما. بالنسبة لهذا الصحابي عايش النبي عليه الصلاة والسلام وعرف خصال النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ما يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام وعرف ما يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو على علم بالحوادث والمواقف التي نزل القرآن بشأنها والتي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بسببها، فهو إذن يعلم مفاتيح فهم المعنى الصحيح والتطبيق السليم بالنسبة لما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى لما نضم أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أو أفعال الصحابة يبقى كأنما نتفهم أو نشرح الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذا يكون الصحابة موجودين. بالنسبة للصحابي، الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر معلوم عند أهل السنة والجماعة، الصحابة كلهم عدول بلا استثناء. هذه العدالة تقتضي أن الصحابة لا يمكن أن يكذب في قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال نقل قولا القول دليل صدقه موجود مؤكد بالأدلة المتعددة المتنوعة، فبالنسبة للقول لا يمكن أن يكذب. وحتى لو حاول أحد أن يكذب بيكون النتيجة إيه؟ أن الجميع ينكرون عليه ويردون قوله. بالنسبة لهذا فالصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن يقروا الناس على باطل أيا كان هؤلاء الذين يصدر عنهم هذا الباطل. فبالتالي يبقى الحديث قول الصحابي أو فعل الصحابي أو تقرير الصحابي يبقى أيضا نستعين به على فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الحكم فيما لم يرد فيه شيء في القرآن ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما نأتي بالنسبة للتابعين، التابعي حينما يتكلم هو عايش في عصر موجود فيه الصحابة، لأنه هو تابعي لمن؟ تابع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة موجودون. وبالتالي إذا كذب تابعي من التابعين في أي حديث من الأحاديث بيلزم الصحابي الموجود أو الذي يعلم بقوله هذا الذي قاله ذلك التابعي حينما يعلم بذلك أن يرده وأن ينكره وأن يقول أن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. بالنسبة للفعل، هل الإنسان في مسجد من المساجد يستطيع أن يفعل بعض الأفعال المباحة خارج لكن الناس يستنكرون حدوثها في المساجد؟
يعني مثلا يعني على سبيل المثال، لأن في أمثلة كثيرة لكن يعني لا نريد أن احنا نفتح الأمور. واحد يتقلب في داخل المسجد كده، يعني ينام ويقلب نفسه في داخل المسجد كده، ويدعي أن هذا نوع من أنواع الرياضة. أو واحد جاء يلعب سويدي في، هل الناس يستحسنون هذا أو يوافقون على ذلك؟ هو في الأصل مباح، يفعله في بيته، يفعله في نادي، يفعله في أي مكان، لكن لا يفعله في المسجد، يستنكر في المسجد، لأن جو المسجد جو عبادة وجو تقوى وجو بعد عما يخل بمروءة الإنسان. فبناء عليه التابعين الموجودين في عصر الصحابة، المناخ العام لا يسمح لواحد منهم بأن يظهر فعله الذي لا يتفق مع الدين، يعني يخشى مثل هذا، يخشى أنه يصدر منه فعل فالجميع ينكرونه عليه. لكن في غير جو المسجد، في غير المناخ الذي هو مناخ العبادة والالتزام بتقوى الله عز وجل، في غير هذا المناخ ممكن يسترق الأمر ويفعل بعض الانحرافات وما إلى ذلك. فالمهم بقى لما يكون نجي للتابعين، لا نجد التابعي يفعل فعلا ويصر على هذا الفعل أو يصدر عنه هذا الفعل بالاستمرار وهو فيه مخالفة لشرع الله، لأنه يخشى من الرأي العام بالنسبة للمسلمين في هذا الجو. وبناء عليه لما نأخذ أفعال التابعين نستدل بها على فهم معنى من المعاني في الحديث، لا بأس بذلك. ولذلك لما بيتكلموا في الجرح والتعديل، الصحابة ما فيش مجروح، بالنسبة للتابعين نادر أن تجد من التابعين من جرحت عدالته بالنسبة لرواية الحديث. وبناء عليه لما أخذ كما قلت الأقوال والأفعال بالنسبة للتابعي، فأنا في مطمئن إلى سلامة الأخذ بهذه الأقوال. أنا يعني معناها علماء السنة، علماء الحديث النبوي الشريف. أما مسألة التقرير فباعتبار المناخ العام، من الممكن يقال أن إنكار المنكر أمر كان شائع ومعروف بين التابعين، لكن التابعي قد يتحرج من إنكار المنكر في موقف معين، بعكس الصحابة. يعني الصحابي كان لا يتحرج من إنكار المنكر أيا كان هذا المنكر، ومواقف أبو ذر مع معاوية رضوان الله على الجميع معروفة، كذلك أبو سعيد الخدري اللي هو راوي حديث إنكار المنكر. أبو سعيد الخدري أنكر أي منكر؟ أنكر شيء في منتهى البساطة. الأمير المؤمنين أو الخليفة بدل ما يصلي صلاة العيد قبل الخطبة ويجعل الخطبة بعد الصلاة، قال نبدأ بالخطبة ونأخر الصلاة، لأن الناس كان عادتهم لما يجي يصلي صلاة العيد ويأتي استماع الخطبة لا يجلس لاستماع الخطبة. فالأمير أراد أن الناس تجلس لاستماع الخطبة، فقال لي بدل ما الصلاة قبل الخطبة يبقى نخلي الصلاة بعد الخطبة كصلاة الجمعة حتى يحضر الناس. أبو سعيد الخدري قام قال لهم غيرتم، بدلتم، ليس هذا ما كنا نفعله في عهد رسول الله، ولا في عهد أبي بكر، ولا في عهد عمر، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، إنما كانت الصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا.
فقام أنكر المنكر وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأبو سعيد أنكر هذا المنكر. وكذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء فيه تغيير عما كان يعهدونه في زمن رسول الله لا يقبلونه. التابعين والله المسألة بتدور بين قوة العزيمة وبين طلب السلامة، فبيحدث في بعض الأحيان إن من الممكن تمر موقف من المواقف والتابعي لا ينكر هذا الموقف. ومن أجل هذا أنا أقول إن الحديث المقطوع لما نيجي نتكلم عليه نقول الفعل والتقرير من التابعي، فمن دون الفعل؟ الفعل والقول، القول والفعل، أما التقرير فلا نضيفه إلى هذا التعريف الذي عرفه به العلماء. احنا تكلمنا في هذه الأمور، نتكلم عن وظيفة السنة النبوية بالنسبة للقرآن الكريم. بالنسبة للقرآن الكريم وظيفة السنة النبوية البيان، لأن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما نزل الله إليه. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالبيان بالنسبة للسنة بالنسبة للقرآن الكريم ده، هذه هي وظيفة السنة، وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعض الناس ويقولون القرآن لا يحتاج إلى بيان، لأن القرآن بلسان عربي مبين. وإذا كان القرآن بلسان عربي مبين فهو ليس في حاجة إلى يعني إلى بيان، هكذا يقولون. ثم يقولون أيضا إن القرآن في نفسه بيان، هو في نفسه بيان، يعني لا يحتاج إلى بيان إلى مبين، وفي ذات الوقت هو نفسه مبين واضح. حاميم والكتاب المبين، زي ما قال القرآن الكريم، أو الآية الأخرى: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيبقى إذن القرآن الكريم بيان وهو لا يحتاج إلى مبين، هكذا يزعمون. ومن أجل هذا يقولون يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بما يروى من الأحاديث النبوية. الرد واضح، القرآن الكريم بيّن أن القرآن شيء والبيان القرآن للقرآن شيء آخر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يبلغ القرآن يبلغ البيان أيضا، فهناك المبين وهو القرآن الكريم، وهناك البيان وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. في سورة القيامة يقول القرآن الكريم: لا تحرك به، خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تحرك به أي بالقرآن لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. يبقى البيان إذن شيء والقرآن شيء آخر. فالقرآن الكريم لما يتكلم عن أن فيه بيان غير القرآن الكريم، وهو لا يتناقض مع القرآن الكريم كما قلت وكما أكرر وأؤكد، لا يتناقض مع القرآن الكريم، هناك بيان وهناك مبين ومبين القرآن هذا، فلا بد أن نفهم معنى البيان القرآني
اللي هو كون القرآن المبين والبيان الذي هو السنة النبوية المطهرة. احنا عندنا في الحياة اشياء تأتي على وجه الإجمال مجملة، وأشياء تأتي على وجه التفصيل مفصلة موضحة بالنسبة لها. هنضرب لها الأمثلة بالنسبة لهذا. فهناك بيان إجمالي، بيان إجمالي، وهناك بيان تفصيلي. نذكر ذلك بالنسبة لمواقف الصحابة مثلا. هو روي عن أبي بكر كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. روي ماذا؟ أنهم لما قرأوا الآيات في سورة عبس وتولى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فسئل أبو بكر عن الأب كما سئل عمر أيضا عن الأب، فكان الجواب أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني ما يعرفش الأب، لكن القرآن الكريم ذكره على أنه إيه؟ نوع من أنواع النبات ينتفع به الناس. هذا بيان، طالما أعرفه بأنه نوع من أنواع النبات التي ينتفع بها الناس والدواب متاعا لكم ولا أنعامكم، طالما عرفت هذا يبقى هذا بيان على وجه الإجمال. مثال ذلك مثلا لما نيجي نقول كلمة الثوب، ثوب في اللغة العربية، ثوب في اللغة العربية، الثوب ممكن يكون قميص، ممكن يكون سربال أو سروال بالنسبة له وهذا ثوب، ممكن أن يكون خمار بالنسبة للمرأة هو ثوب بالنسبة له. فعندي الثوب بيان مجمل، وعندي القميص والسربال والخمار وما إلى ذلك من البيان المفصل. فيبقى معناها أن القرآن الكريم إذا كان بيانا أو مبينا أو مبينا فالقرآن الكريم يبين على وجه الإجمال بحيث يفهم الناس. وبالنسبة للسنة النبوية البيان فيها على وجه التفصيل والتحديد، وتعين ما يمكن أن يكون مبهما في بعض الآيات القرآنية الكريمة. هذا أمر يعني أعتقد أنه واضح أمامنا. وأنا بنظر مثلا في بعض الأحيان في نوع من أنواع الفاكهة بتختلف أسماؤه بأسماء أو باختلاف البلاد، تجد النوع واحد لكنه في بلد باسم وفي بلد آخر باسم آخر وهو هو النوع. هذا الشيء اللي موجود الإجمال بالنسبة له أنه فاكهة، هذه فاكهة الناس يأكلونها كما يأكلون سائر أنواع الفواكه، لكن ما نوعها ما اسمها هذا يرجع إلى أن إنسان يستقصي هذه الأسماء في البلدان المختلفة. وأنا بذكر في ذلك يعني لأن شيء يعني أنا شخصيا في تنقلاتي أو في زياراتي لبعض البلدان أحسست بهذا
المعنى يعني على وجه عملي الكيوي اللي موجود فيها. الكيوي تجد بعض الناس بيسميه كيوي، بعض الناس بيسميه تين هندي بالنسبة لهذا. في أندونيسيا له أسماء أخرى ما أعرفش بسموه إيه بالنسبة، لكن هذه التسميات مختلفة. فتعدد الأسماء بيان تفصيلي، ووجود الاسم على نوع من أنواع الفاكهة موجود معروف عند الناس بيان إجمالي. ولذلك علماء المنطق عندهم بالنسبة للتقسيم الجنس والنوع. فالجنس لما تيجي تقول هذا الشيء مثلا حيوان، أي نوع من أنواع الحيوانات، هذا حيوان، هذا بيان إنه بينمو بقدرة ذاتية موجودة في داخله ربنا أودعها فيه، بينمو ويحيا يتنقل وينتقل من مكان إلى مكان ويأكل ويشرب ويتنفس وما إلى ذلك، فهو حيوان من هذا المعنى. لكن هل هو إنسان؟ هل هو من فصائل الأنعام أو من غير فصائل الأنعام؟ يعني فيها فيه تفصيل وفيه إجمال. فالسنة النبوية المطهرة بالنسبة للقرآن الكريم هي بيان تفصيلي. ولذلك نجد بالنسبة للسنة النبوية المطهرة إنها تفصل أحكام العبادات، وأن العبادات وردت مجملة يعني بيان إجمالي. مثلا أنا لما أطلب بالصلاة أقيم الصلاة، ويتكرر الأمر بإقامة الصلاة في القرآن الكريم، أنا أفهم معنى الصلاة إيه؟ معنى الصلاة الالتجاء إلى الله، الدعاء في الأصل كما يقولون، فدعاء بالتجئ إلى الله عز وجل دعاء، فبيان، فهي مبينة بأنها موجودة في أنك أنت طريق الالتجاء إلى الله عز وجل أن تلجأ إلى الصلاة. لكن هل في القرآن الكريم صلاة الصبح؟ في إشارات، لكن إشارات أنك تسبح الله تذكر الله في جميع الأوقات، سبحوه بكرة وأصيلة، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. فلما يجي أنا أنظر لها إشارات، لكن كتحديد لأشياء معلومة يبقى يلتزم بها الإنسان الذي يريد أن يؤدي هذه العبادة، فبنقول بالنسبة له القرآن الكريم جاء مجملا فيها وبيانه مجمل، بيان في بيان إنسان يعرفه. أما مسألة أن الصبح ركعتين ومن طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس، وقت الظهر من كذا إلى كذا، ووقت العصر من كذا إلى كذا، والمغرب والعشاء وهكذا، هذا التفصيل فصلته السنة النبوية المطهرة. فالقرآن أجمل ومع البيان المقصد المطلوب، والسنة النبوية فصلت وأوضحت. ألما نأتي إلى الزكاة، هل الزكاة في تفصيل لمقدار النصاب؟ القرآن قال آتوا الزكاة وإيتاء الزكاة، لكن كيف تكون؟ ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هو المقدار الذي يجب فيه الزكاة؟ وما هو القدر أو المقدار الذي يخرجه الإنسان من أجل أن يؤتي هذه الزكاة؟ فيبقى هذه أمور كلها تكفلت السنة النبوية ببيانها، والقرآن الكريم ذكرها بأنها إعطاء ممن يجد لمن لا يجد. إنسان ربنا أعطاه يعطي من لم يكن قد أعطاه الله عز وجل في فترة ما من الفترات، فيبقى الغني يعطي الفقير. مقدار ماذا؟ السنة النبوية هي التي حددت النصاب وحددت الشروط وحددت المقدار الذي يخرج لأداء الزكاة. إذا جئنا إلى الصيام، صيام رمضان الفريضة،
مذكور صيام رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فيه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ده موجود فيها. لكن الصيام كلمة مطلقة عامة، ممكن يصوم عن الطعام والشراب، ممكن يصوم عن شهوات الجنس، ممكن يصوم عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى أي أنواع الصيام المرادة بالنسبة لهذه العبادة؟ دي نقطة يعني أساسية ننظر إليها، إن عشان أشوف الصيام المطلوب، هل مطلوب الصيام عن الكلام إلى جانب، لأن لما قالوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبقى الصيام عن الأكل والشرب موجود فيه. لما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهم منه محرم، فده تفصيل موجود في القرآن الكريم. لكن فيما يتصل بالنسبة للكلام، هل هناك إمساك عن الكلام، إمساك عن الحركة بالنسبة لهذا؟ طبعا لا نجد مثل هذا فيها. ثم ما الذي يناقض أو ينقض الصيام؟ ما الذي يبطل الصيام الذي يكون ضد الصيام ويجعل الإنسان كأنه غير صائم؟ هذه أمور أيضا تحتاج إلى تفصيلات بيّنتها السنة النبوية المطهرة. أيضا إذا جئنا إلى الحج، القرآن الكريم يتكلم عن حج بيت الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، معروف، فيبقى بيان إجمالي. لكن كيف تحج البيت؟ تذهب إليه مجرد الذهاب إليه؟ حقول فيه ذهاب إلى البيت، وفي طواف بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، في موجود. بالنسبة لعرفات، الوقوف بعرفة، القرآن قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وكنتم قبله من الضالين. فهذه أيضا بيانات مجملة فيها، لأن متى يكون الموقف في عرفات، ومن أين من أين يبدأ وإلى أين ينتهي، يعني متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومتى ينتهي وقت الوقوف بعرفة؟ لم يرد في القرآن الكريم. قال فإذا أفضتم من عرفات، لو نحن خدنا عرفات على أنها الموقف جبل عرفات عليها، طيب هل يكون الوقوف في عرفة في يوم عرفة ولا في غير يوم عرفة؟ هو سمي يوم عرفة باعتبار أننا نقف في هذا اليوم على جبل عرفات، وبالتالي في المكان الأصل، ولذلك ربنا قال عرفات ما قالش عرفة، لأن قطع الجبل المتعددة أو بقاع الجبل المتعددة. فبالنسبة لذكر عرفات لم يحدد بداية وقت الموقف ولا نهاية الموقف، كما أنه لم يحدد الزمان وإن ذكر المكان. تأتي السنة النبوية المطهرة لتبين أنه من زوال الشمس وقت الظهر يعني إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وأن من أتى عرفات بليل أو بنهار ووقف يبقى معناها أنه أدرك الحج. يعني هذه الأمور واضحة، ويتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل، مما يبين أن السنة النبوية بالفعل بيان لما أجمله القرآن الكريم. وإن كان القرآن الكريم في نفسه بيان، فهو بيان إجمالي وليس بيانا تفصيليا. غير ذلك من الأمور ممكن هتكلم فيها، لكن أود أقول إن من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إنه أرسل الرسول
ليطاع بإذن الله، كما قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يجب طاعته، وبناء عليه بيّن أنك لا تستطيع أن تعمل بالقرآن إلا من خلال الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تؤدي صلاة إلا بالصلاة التي عرفنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي وغيرها. كذلك لا يمكن أن تؤدي الزكاة ولا أن تؤدي الصيام ولا أن تؤدي الحج إلا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الارتباط من القرآن الكريم بين القرآن وتطبيق القرآن، وأنه إنما يؤخذ من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوضح لنا أن السنة واجب اتباعه. بعد هذا بنجد أيضا أن القرآن الكريم فيه آيات مطلقة، ومعنى مطلقة يعني بلا قيد، زي مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. هل حقطع ايدين السارق الاثنين؟ واذا اردت اقطع يدي اقطعها من الكوع المرفق، او اقطعها من العضد من عند الكتف في مثل هذا، او اقطع الكف فقط؟ وهل اقطع اليمنى او اليسرى، او اقطع الاثنين معا؟ الآية زي ما قلت مطلقة، تأتي السنة النبوية المطهرة وتبين أن القطع من الرسغ مفصل الكف من الساعد، وأن تكون يبدأ باليد اليمنى. إن عاد بعد ذلك فلها أحكام مقررة في الفقه مستندة إلى أدلة من السنة النبوية المطهرة. فالسنة النبوية المطهرة تقيد المطلق فلا يبقى على إطلاقه. وكذلك نجد أن السنة النبوية تخصص العام. القرآن الكريم يقول يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم مطلقة جميع الأولاد ذكورا وإناثا، وبين أحكام المواريث. تأتي السنة النبوية المطهرة تقول لا يرث القاتل، واحد قتل مورثه مثل ابن قتل أبا، أو مثل أخ قتل أخاه ولم يكن إلا هما مثلا، هل يرث في مثل هذا؟ السنة النبوية خصصت القاتل بعدم الميراث من بين الإطلاق الموجود في الآية القرآنية يوصيكم الله في أولادكم. نأتي مثلا أيضا بالنسبة لآيات تحريم زواج المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات في تحريم النساء المحرمات في الزواج. جاء في بعد ما خلص ما انتهى من ذكر هؤلاء النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني غير الصور الموجودة بالنسبة لهذا حلال، غير المذكورات في الآيات المذكورة في سورة النساء حلال. لكن تأتي السنة النبوية المطهرة تحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بالنسبة لهذا، والأحاديث الصحيحة في هذا المعنى. فيبقى معناها أيضا استثنى من هذا الإطلاق أو من هذا التعميم، استثنى حالة من الحالات، مما يدل على أن السنة النبوية المطهرة تبين أو تفصل ما أجمل في القرآن الكريم. ورد طبعا بعض الآيات القرآنية اللي كان الصحابة يعني يرتعدون
من قراءتها أو من سماعها خوفا من الله عز وجل أو خوفا من العاقبة، من النهاية، من المصير، مثل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية بالنسبة لها حين تقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الإنسان إذا فاته وقت صلاة من الصلوات الخمس ظلم نفسه. الإنسان إذا أخذ من مال الغير بغير طيب نفسه قليلا أو كثيرا ظلم نفسه. فيبقى معناها أن الإنسان لا يسلم من أن يظلم نفسه وقتا ما من الأوقات، وبناء عليه يبقى ما فيش حد له أمن. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ مين فينا اللي يقدر على ألا يلبس إيمانه بظلم؟ فلما قالوا له كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا، ليس هذا الظلم المذكور في الآية الكريمة هو الظلم بمعنى تجاوز الحدود أو تجاوز الحقوق في مثل هذا، وإنما الظلم المراد به في هذه الآية الشرك، لأن الله يقول إن الشرك لظلم عظيم. هذا بيان طبعا، ولولا ذلك لبقيت الحيرة والقلق بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن السنة قد تفسر القرآن بالقرآن. المهم أن هذه الدعوة التي يدعيها من يزعمون أنهم ينتسبون إلى القرآن ولا يأخذون بالسنة النبوية المطهرة دعوة خطيرة جدا، لأنها في النهاية تهدف إلى أن يغم فهم معاني القرآن الكريم على المسلمين، لأن ما الذي يقوله الإنسان بالنسبة لأداء الصلوات الخمس إذا لم يرجع إلى السنة النبوية المطهرة؟ ما الذي سيفعله؟ يقول كل إنسان ما شاء. ولذلك هؤلاء الذين يدعون أنهم يتمسكون بالقرآن الكريم ويرفضون السنة النبوية أو الأحاديث النبوية، هؤلاء حينما يدعون مثل ذلك بالنسبة لها ويبتعدون عن القرآن الكريم كما قلنا، هؤلاء حينما تكلموا في الصلاة قالوا الصلاة ثلاث صلوات، وبعضهم قال صلاتين فقط، أول النهار وآخر النهار. هذا الكلام بالطبع يبين لنا أن الذين يزعمون أنهم قرآنيون يريدون أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه وأن يغيروا وأن يبدلوا. ومثل هذا يعني لكي ندرك أننا بحاجة إلى السنة النبوية المطهرة وإلى الأحاديث النبوية الواردة في أي مسألة من المسائل إلى جانب الآيات القرآنية لكي نفهم القرآن الكريم نفسه، نجد إيه؟ نجد إن الله عز وجل ذكر الخمر وحرمة الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، الاجتناب أشد من التحريم. بعض الناس بيفتكر أن كلمة اجتنبوه يعني لم تحرم، إن الأمر بالاجتناب لم يستعمله القرآن الكريم إلا في النهي عن الشرك وفي قول الزور: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله. واتكلم عن اجتناب الطاغوت، فلم يعبر بالأمر بالاجتناب إلا في الأماكن الأشياء
اللي هي من أمهات الكبائر، مش كبائر فقط، من أمهات الكبائر. وبالتالي فلما يقول عن الخمر فاجتنبوا، هذا من أقوى الأدلة على أن الخمر حرام بتحريم القرآن الكريم. ثم أن القرآن جمع بين أشياء معروفة، هل تختلف في الحكم؟ إنما الخمر والميسر، القمار، لم يقل أحد إنه حلال، ولم يقل أحد إنه غير محرم، لم يقل أحد ماذا، فحرام بإجماع الناس على ذلك فهما للقرآن الكريم. الخمر والميسر، الأنصاب، الأنصاب إما الأصنام نفسها وإما الحجارة التي كانوا يضعونها لكي يذبحوا عليها الذبائح تقربا إلى الأصنام، هل أحد يقول الأصنام مباح الإنسان أنه يقدم لها القرابين؟ هل أحد يقول أن الإنسان يتقرب إلى الأصنام بالذبائح؟ لم يقل أحد هذا. وبناء عليه إذا كان الميسر مقطوع بحرمته والأنصاب مقطوع بحرمتها والأزلام اللي هي القداح زي اللي بيشوفوا البخت يعني بالنسبة لهذا، فإذا كان هذه الأمور من المحرمات بيقين عند كثير من الناس، فالخمر أيضا لابد أن تكون مثل هذه الأشياء بحكم الاقتران في الذكر وفي حكم واحد. الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فبناء عليه منه. يأتي بعض الناس ويدعي أن القرآن نفسه بيّن بعد هذه الآية أن المسألة على حسب زي ما يقول البعض حسب نيتك، حسب اتجاهك، حسب يعني الهدف اللي من ورائه بتشرب هذه الخمر. يأتي إلى الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. يقول لك أنا من المتقين، أنا أحسن علاقتي بالله عز وجل، وبناء عليه يبقى ليس عليه جناح فيما طعم بالنسبة لهذا. هذه الآية لو لم نلجأ إلى أسباب النزول وإلى ما ورد في السنة النبوية المطهرة أو في الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو لم نلجأ إلى مثل هذا يظل المعنى مبهما، يظل المعنى أو الحكم كما يدعي هؤلاء وكما يريدون. فبينت سبب النزول الآية أن لما حرمت الخمر فاجتنبوه، والصحابة يعني أهرقوا كل ما لديهم من خمور، لما نزلت الآية يعني فيها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وأصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهموا أن فهل أنتم منتهون تهديد، فكلهم أسرعوا إلى إراقة ما لديهم من خمور وقالوا انتهينا يا رب فيها. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم حريصا على بعض، واحد منهم حريص على التاني، فهم قد رأوا إخوانهم شربوا الخمر وبعضهم مات وفي فمه الخمر. وطبعا في قصة معروفة بالنسبة لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، قصة معروفة. والآيات لما راحوا اشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن بعضنا أو إن إخواننا ماتوا وفي فمهم الخمر، فحكمهم إيه؟ يبقى الخمر إذا حرمت فاهمين إنهم ممكن يعذبون بما شربوا من الخمر.
فنزلت الآية لتبين أن السابقين الذين ماتوا قبل أن ينزل تحريم الخمر ليس عليهم جناح، الله عز وجل يعفيهم من المساءلة بالنسبة لهذا، لأنهم لم يكونوا قد كلفوا بالامتناع عن شرب الخمر. أنا أردت بهذا أن أقول إن الحجج أو الشبه الواهية التي يلجأ إليها بعض الناس إنما يريدون أن يلبسوا علينا أمر ديننا، وبناء على هذا نفهم أن السنة النبوية المطهرة أساس وأصل. وكما ذكرت قبل ذلك في الدروس الماضية فيها، العلماء يقولون السنة هي الأصل الثاني للتشريع، يعني الأصل الأول القرآن الكريم، الأصل الثاني السنة النبوية المطهرة. بعض مشايخنا جزاهم الله كل خير، وأيضا استمدادا من أقوال الأئمة السابقين، قالوا القرآن هو الأصل والأساس، طبعا كلنا متفقون على هذا. السنة النبوية المطهرة مثلها مثل القرآن في الالتزام بها، في الالتزام بها والعمل بمقتضاها، فهي كالقرآن في ذلك سواء بسواء. لكن الفارق إن القرآن معجز، كما أنه منهج الرسالة هو أيضا معجزة من المعجزات في مواقف متعددة معروفة، فهو معجزة إلى جانب هذا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ بحفظ الله. السنة النبوية المطهرة العمل بمقتضاها يلزمنا كما يلزمنا العمل بمقتضى القرآن الكريم، لكن السنة النبوية ليست معجزة لأنها كلام البشر، والرواة كانوا يروونها أيضا بالمعنى، لا يروون الألفاظ بنصها وفصها كما نقلها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا من أجل أن يكون هناك سهولة في التبليغ ونقل السنة إلى الآخرين أن يكون الرواية بالمعنى فيها رخصة بالنسبة لهم. فبالتالي السنة النبوية المطهرة ألفاظها ليست معجزة بالنسبة لهذا. ده هذا المعنى فيما يتصل بالالتزام بالسنة النبوية المطهرة، وندعو الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في ديننا والتمسك بسنة نبينا، وأن يعلمنا ما لم يكن نعلم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهديين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم السبت في مثل هذا الموعد بعد صلاة الظهر، كل يوم سبت الكتاب هو بهجة النفوس، شرح مختصر البخاري لابن أبي جمرة. هذه المقدمات ليست من الكتاب، وإنما هي من أجل هذا الكتاب، لأن حينما نأتي إلى كتاب من الكتب كيف وجد هذا الكتاب. فإحنا دلوقتي بدأنا مثلا نتكلم على الالتزام بالسنة، وإن أي شبهات موجهة إلى السنة النبوية وعدم دعوة القرآن إليها، بنقول الكلام ده كلام باطل بدليل آيات القرآن الكريم كما ذكرنا وأوضحنا فيها. بعد هذا سنتكلم عن حفظ السنة النبوية، كيف حفظت السنة النبوية حتى تصل إلينا. وفي البداية يعني الأمور ببساطة، القرآن الكريم كلفنا، وكما قلت أنا ذكرت خمسة أنواع من الصيغ، صيغ الآيات القرآنية الكريمة، وأنها كلها تؤكد وجوب الاتباع والتمسك بالسنة النبوية المطهرة. بينت هذا بالنسبة للقرآن الكريم، فبالتالي يبقى معناها الالتزام بالسنة النبوية أصل من الأصول، أصل أساس
من الأسس. يأتي بعد ذلك، هل هذه السنة محفوظة؟ نقول إن ربنا لا يكلفنا باتباع السنة النبوية وهي غير موجودة، لأن لو كلفنا الله عز وجل بالعمل بالسنة والسنة غير محفوظة، يبقى كلفنا بماذا؟ بما نستطيع أو بما لا نستطيع؟ كلفنا بما لا نستطيع، والله يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى إذن السنة النبوية بمقتضى آيات القرآن الكريم محفوظة، هذه واحدة. يعني فيها في أدلة أخرى سنتكلم عليها إن شاء الله حين نتكلم عن حفظ السنة النبوية المطهرة، إما بالتلقي الشفاهي بين الشيخ وتلاميذه، وإما بالكتابة والتدوين لما يعلمونه أو لما يعرفونه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هنتكلم على التدوين، نبين أن البخاري ليس أول تدوين إن شاء الله لما نيجي، لأن بعض الناس بيفتكروا يقول لك السنة لم تدون إلا في القرن الثالث الهجري، لكن البخاري قبل منه كتب وكتب وكتب، نتكلم عليه إن شاء الله. نعم، أي باقة النفوس لابن أبي جمرة، هو كتاب أنا كنت بفكر في أن أنا أدرس فتح الباري، بحيث ندرس الهيكل التنظيمي أو الترتيبي لصحيح البخاري، ونعرف أن البخاري بفكره فكر عبقري، وأنه فقيه فعلا وليس مجرد إنسان بيجمع بالنسبة لها. كنت بفكر في هذا، لكن بعض إخواننا قالوا إن فتح الباري صعب بالنسبة للدارسين، عايز دراسة متأنية ودراسة لزمن طويل وما إلى ذلك. فرأيت إن بهجة النفوس للشيخ ابن أبي جمرة كتاب يعني كثير الفوائد، أسلوبه أسلوب سهل، زائد أنه هو بيعول على الموضوع، يعني التفريعات بالنسبة للغة العربية، بالنسبة لاختلاف الروايات لا يكثر من هذا، إنما إذا احتاج إليها يستشهد بها، لم يحتاج إليها لا يعرج عليها حتى لا يشق الأمر على الناس. فقلنا حتى لا يشق على الناس يبقى بهجة النفوس إن شاء الله، إلا للضرورة. أنا أخرجت كتابين، كتاب في المصطلح الحديث مناهج الأئمة في تصنيف أحد مرويات السنة، وكتاب أعلام الابتهاج بشرح أحاديث من صحيح مسلم ابن الحجاج. صحيح مسلم كان هدفي أقدمها نماذج كيف نفهم صحيح مسلم، كيف نشرح صحيح مسلم، ومثله نحن بنتكلم، هتكلم عن البخاري كيف نشرح بالنسبة لأحاديث البخاري فيها. فهذه، وأما أخرجت 6 كتيبات أو 7 فيها كتيبات صغيرة ثقافية يعني للناس جميعا، ليس كتب، وأغلبها غير موجود الآن إن شاء الله. لأن حضرتك كلامك والله أرجو أن ينفعني الله به وأن ينفعكم به، كلام حضرتك لا شكر الله لكم، لكن اللي أرجوه وأتمناه أن الإنسان إذا لم يفهم شيئا يراجعني، إذا كان يدور بذهنه أو يحيك في نفسه. على مصر بي
الطيب ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء بالنرجول ما تشاءنا ما ندعيلهم رب السماء وآمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. كرم الدنيا كمن أكبر. لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رحيم على مسلمين يبعد سلام في كلمتين يا هلا العلماء بالنرجول ما تشاءنا ما ندعيلهم رب السماء وآمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى.